السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من جيبوتي. أحييكم وأقرأ على حضراتكم هذه النشرة التي أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأهم العناوين. وأمين الدولة للشباب والرياضة يتوجه إلى مدينة دخل لإطلاق فعاليات رابطة الإقليمية للرياضة. إذن لكم تفاصيل النشرة. عقب تبادل الآراء والأفكار في جلسة الثلاثاء لدى وزارة الميزانية، اجتمع البرلمانيون في صالة لجنة الجمعية الوطنية، حيث ناقش المجتمعون مشروع قانون يتعلق بميزانية الدولة لعام 2018. وترأس هذه الجلسة النائب شرمارك موسى آري. كما تناولت الجلسة مواضيع عدة من بينها القضايا المتعلقة بالتنمية المجتمعية وحماية البيئة وكيفية تحقيق التنمية في جيبوتي ومكافحة الفقر. وشارك في هذا اللقاء وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وأمينة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إضافة إلى شخصيات أخرى. قامت المنظمة العالمية للهجرة بتعاون وثيق مع سلطات البلاد بتنظيم في جيبوتي بالاس كامبيسكي اليوم الوطني المكرس للمغتربين الجيبوتيين. ونظم هذا اليوم بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف، ووزير الداخلية السيد حسن عمر محمد، وممثلة منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي السيدة لاليني، وممثل البنك الدولي السيدة ثوسيك، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية وأعضاء من المغتربين الجيبوتيين، بالإضافة إلى الأمين التنفيذي لغوث اللاجئين والمنكوبين في جيبوتي. وإن المنظمة الدولية للهجرة تعمل للمساعدة على ضمان الإدارة الإنسانية والمنظمة للهجرة وضمان إيجاد تعاون دولي فيما يخص قضايا الهجرة، وكذلك للمساعدة في البحث والحلول للمشاكل المتعلقة بالهجرة ولإيجاد حلول مناسبة وتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين الذين هم في حاجة، سواء كانوا اللاجئين أو أشخاص نازحين أو غير ذلك من الأشخاص المهاجرين. ويهدف انعقاد حوار هذا اليوم التشاوري إلى بحث المغتربين الجيبوتيين كيفية المساهمة في التنمية العامة للبلاد. وفي كلمة لوزير الداخلية قال: سيداتي وسادتي، بصفتي وزيرا للداخلية ومنسقا للشؤون الإنسانية، إنني مسرور بحضوركم الذي يدل على رغبة الحكومة في جمهورية جيبوتي بجهودها والجهود التي توليها الحكومة الجيبوتية لدعم المهاجرين. وإن هذا اليوم الوطني المكرس للمغتربين الذي أطلقت تحت شعار تعزيز دور الجيبوتي في الخارج في تنمية جيبوتي يهدف إلى دعم جميع الجيبوتيين. وإن هذا اليوم الذي يعتبر ذات أهمية يهدف إلى إجراء تبادل الأفكار والرؤى بين المغتربين وأعضاء المؤسسات الوطنية. سيداتي وسادتي، إن هذا اليوم الذي كرس من أجل المغتربين والذي نجتمع فيه هو يوم مهم للتشاور وتبادل الأفكار والعمل. من جانبه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قال: أريد أن أشير على أهمية لقاء هذا اليوم الذي يهدف إلى إدماج المغتربين في مسيرة التنمية المستدامة لبلادهم. وقال: نحن مدركون بالدور الذي يمكن أن يلعبه المغتربون الجيبوتيون المقيمون في الخارج، وذلك في إطار الاستراتيجية والرؤية لعام 2030 في جيبوتي بلد مقبل على مستقبل
واعد خلال الأعوام القادمة، فإن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وحكومته يتمسكان بهذه الخطة الطموحة من أجل مساعدة جميع المحتاجين، وإن بلادنا تستثمر كثيرا في تعزيز القدرات لمواردنا البشرية، واليوم قرابة 30% من الميزانية الوطنية سيتم تكريسها للتربية الوطنية في جمهورية جيبوتي. توجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود إلى ناحية الداخل من أجل التطلع على أوضاع المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل عبد القادر عبدي. أهلا بك عبد القادر. أهلا بك. إذا حدثنا عن هذه المناسبة أو زيارة الوزير. نعم، توجه الوزير التربية كما قلت والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود إلى منطقة الداخل من أجل التطلع على أوضاع المؤسسات التعليمية في هذه المنطقة. ورافق وزير في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم الوزير المنتدب لدى وزارة الزراعة وبمشاركة السلطات المحلية وأعيان المنطقة أي منطقة الدخل. وأكد الوزير التربية أن هذه الزيارة تأتي في إطار الخطوط العريضة المرسومة من قبل فخامة الرئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما بالغا في تحقيق التنمية وتعزيز مستوى النظام التعليمي في البلاد. هذا وقام الوزير بتفقد في صفوف هذه المدرسة، حيث أجرى وزير التربية أيضا لقاء مع المسؤولين التربويين في المنطقة، حيث ناقش الوزير الأنشطة التربوية. كما طلع الوزير خلال زيارته والوفد المرافق له أوضاع البنية التحتية وعلى أجهزة المدارس، وتوعد الوزير باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير جميع المستلزمات المدرسية والاحتياجات الخاصة بترميم المباني القديمة الطابعة لمدرسة أو لمدارس المدينة الدخل. وكما أكد الوزير في هذه المناسبة أن أوضح هذه الزيارة في إطار الخطوط المرسومة من قبل الرئيس، والهدف تحسيس النظام التعليمي في البلاد. كما أكد أن دائرته الوزارية لم تدخر جهدا في تعزيز النظام التعليمي في كافة التراب الوطني. شكرا عبد القادر على هذه التوضيحات لزيارة الوزير في مدينة دخل. والآن نتابع ما تبقى من النشرة، حيث توجه وفد رفيع المستوى بقيادة من الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل ونظيره وزير البيئة السيد موسى محمد أحمد إلى منطقة دخل إطلاق دورية رياضية لإقليمي والحوار الوطني بين الشباب الجيبوتي. وجرت هذه المناسبة بحضور السلطات الإقليمية من بينهم نائب محافظ دخل السيد يوسف علي أري ورئيس المجلس الإقليمي السيد عبد الرحمن يونس أري. ويهدف هذا الحدث الرياضي إلى تعزيز المثل العليا لسياسة تنشيط جميع أنواع الأنشطة الرياضية من خلال طريق الإعلام وتوعية الشباب في المراكز التنمية المجتمعية. وخلال هذه الزيارة أقيمت منافسات في مجال الرياضة، خاصة في منافسة 3 كيلومتر بين مختلف شرائح الشباب القاطنين في هذه المنطقة. هذا وأطلقت سفارة البداية لهذه المنافسات بين الفئات الشبابية من قبل وزير البيئة، بينما أطلقت سفارة البداية في المنافسات بين الشابات من قبل أمين الدولة للشباب والرياضة. وفي الختام قدم كل من وزير البيئة ووزير الدولة للشباب والرياضة شكرهما للسلطات المحلية وللشباب لحسن تنظيم هذه التظاهرة الرياضية. وفي مداخلة لأمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل في هذه المناسبة عبر في مستهلية عن بالغ سعادته لمشاركته ولتواجده في مدينة الوحدة، وقال إنه لشرف لنا أن نطلق هذه الفعاليات التي نظمت من قبل الرابطة الإقليمية للرياضة في هذا المجمع الذي تم إنشاؤه منذ فترة طويلة. وأضاف في كلمته قائلا أن المسؤولين
أن يساهموا في تعزيز التنمية الرياضية في المنطقة وبغية الارتقاء بواقع الرياضة الوطنية، كما حث الشباب بالمشاركة بكثافة في اللقاء الذي سيعقد في المجلس الإقليمي في منطقتهم، ويطرح جميعهم الأسئلة ومتطلباتهم، حيث ستناقش جميع متطلباتهم في خلال الحوار الوطني الذي سيعقد في يناير القادم بمشاركة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي، وذلك من أجل تبادل الشكاوى والمقترحات والمتطلبات التي يرغبها الشباب المواطنون وإيجاد حلول مناسبة لها. من جانبه، قدم وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد موسى محمد أحمد الشكر والامتنان لجميع المسؤولين المحليين في منطقة دخيلة على الاستضافة الرائعة والاستقبال الحار الذي حظي به الوفد المرافق له أثناء تواجدهم في هذه المنطقة، وأشار إلى أن مشاركة أعضاء الحكومة في هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى تشجيع الشباب بمواصلة مشوارهم الرياضي، وعبر في الوقت ذاته عن استعداد دائرته بالعمل مع الوزارات المعنية بهدف تعزيز الرياضة الوطنية والعبور إلى المستقبل وإنجاز نجاح في هذا المجال الرياضي. احتضن مركز تدريب الدرك الوطني يوم أمس الخميس حفلة تسليم الشهادات وترأس هذا الحفل رئيس هيئة الأركان للدرك الوطني العقيد زكريا حسن آدم بحضور العقيد هوغيت المكلف بأمن السفارة الفرنسية في جيبوتي. وتم خلال هذه المناسبة تسليم الشهادات ل 12 متدربا في الدراجات النارية لصالح عناصر الأمن الطرقي للدرك الوطني، وقام بتنشيط أعمال هذا التدريب خبيران في فرقة الدراجات النارية للحرس الجمهوري المسؤولان في الأمن وحراسة الرئيس الفرنسي. وجرى هذا التدريب العملي من 17 حتى 21 من شهر ديسمبر الجاري. وفي كلمة ألقاه العقيد زكريا حسن آدم خلال حفلة تسليم الشهادات للخريجين، قدم شكره للمتدربين المدربان الفرنسيان من الدرك الوطني الفرنسي على العمل النبيل الذي بذلوه خلال هذا التدريب. جرى يوم أمس الخميس في مقر المجلس الدستوري حفلة تنصيب 3 أعضاء للمجلس، وذلك بمرسوم رئاسي يتعلق حول تجديد أعضاء المجلس الدستوري، وهم السيدة فاطمة أحمد موسى بدلا من السيد علي سوبني والسيد حسن علي حسين بدلا من إبراهيم إدريس جبريل والسيد عبد إسماعيل حرسي بدلا من أحمد آدم يوسف. وترأس هذه المناسبة رئيس المجلس الدستوري السيد عبد إبراهيم عبسية وبحضور أعضاء آخرين في هذه المؤسسة. ودعا رئيس المجلس الدستوري الأعضاء الجدد إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون مع أعضاء المجلس الآخرين من أجل تنفيذ المشاريع الموجودة في أجندة عملهم، ورحب بهم في المجلس الدستوري متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم الجديد. برعاية عمدة مدينة جيبوتي السيدة فاطمة عوال عثمان، احتفلت مكتبة البلدية مساء أمس بالذكرى 5 لتأسيسها، وشارك في هذه المناسبة المساعد الثاني لعمدة مدينة جيبوتي السيد خضر علمي عبسية ومدير الثقافة السيد
دعالي حسن أحمد ومدير مكتب عمدية جيبوتي، المدير السابق لمكتبة الوطنية سيد ميغا أحمد محمود، والمكلف بالإعلام للعمدية سيد شرماركي حسين درر. وشهدت هذه المناسبة العديد من التظاهرات الثقافية المقدمة من قبل نادي مكتبة البلدية، وفي مداخلة ألقاه باسم عمدة مدينة جيبوتي عرب مدير مكتب عمدية جيبوتي المدير السابق للمكتبة الوطنية سيد ميجاج أحمد محمود عن تهانيه الحارة، متمنيا عيد ميلاد سعيد للمكتبة، ومؤكدا إلى ضرورة مواصلة الجهود لصالح الشباب وحتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المكتبة الوطنية. وأوضح أن المكتبة الوطنية شهدت تطورا كبيرا في مجال التجهيزات منذ وصول السيدة فاطمة عوال عثمان على رأس عمدية جيبوتي. احتفلت جمهورية جيبوتي باليوم العالمي للمهاجرين، والذي يصادف 18 من شهر ديسمبر لكل عام، الذي يهدف إلى تسليط الضوء حول الجهود والمساهمات في حقوق المهاجرين في مختلف دول العالم. وتهدف هذه المناسبة التي نظمت من قبل الوزارات المعنية إلى تقديم الدعم اللازم للمهاجرين، حيث نظمت مباريات لكرة القدم في تاغورا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ومن التعاونية الألمانية وبتعاون مع الحاكمية والمجلس الإقليمي في تاجورا. وتقابل في هذه المباراة قدماء فريق الثانوية الفنية وفريق مكون من المهاجرين الجدد، حيث جرت المباريات بحضور الحاكم المساعد السيد حبيب جيلاني ونائب رئيس المجلس الإقليمي السيد عبدو عمر، إضافة إلى أهالي المدينة. نظمت الرابطة الإقليمية للسباحة في أبوخ يوم أمس الخميس اليوم الثالث للبطولة الوطنية للسباحة لعام 2017-2018، وذلك تحت رعاية أمانة الدولة للشباب والرياضة. وتندرج هذه المناسبة في إطار الجدول السنوي للمسابقات للاتحاد الجيبوتي للسباحة، وشارك في هذه البطولة العشرات من السباحين من مختلف المؤسسات، حيث أن أغلبهم من المؤسسات التعليمية وبعض الأفراد من مختلف المؤسسات. كما جمع هذا الحدث الرياضي الناشئين والأشبال وغيرهم من هواة الرياضة. وخلال هذه المسابقة عرب رئيس رابطة الإقليمية للسباحة السيد محمد مولى عن امتنانه لتنظيم هذه المناسبة، وقدم شكره لرئيس قسم الإقليمي لأمانة الدولة للشباب والرياضة السيد داود والمشاركين في البطولة الوطنية للسباحة. وفي الختام تم توزيع الميداليات للفائزين في هذه البطولة. إذا مشاهدينا الكرام، وللمزيد حول الساحة الدولية ينضم إلينا الزميل طارق المريلي. أهلا بك طارق. أهلا بك حسناء. إذا ما هي آخر التطورات في الساحة الدولية؟ نعم حسناء، هناك خبر. وافق مجلس النواب والشيوخ الأمريكيان أمس الخميس على تمديد قانون الميزانية الحالي بهدف تفادي شلل الإدارات الفيدرالية في البلاد. وسيمنح هذا الإجراء الكونغرس والإدارة الأمريكيين حتى 19 من يناير للتوصل إلى قانون موازنة جديد لعام 2018. وأقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الخميس إجراء ماليا مؤقتا لتجنيب البلاد شبح إغلاق الإدارات الفيدرالية حتى 19 من يناير على الأقل، وذلك بانتظار التوصل إلى اتفاق دائم مع الإدارة بشأن الموازنة. وبأغلبية 131 صوتا مقابل 188 أقر مجلس النواب تمديد أجل الميزانية الفيدرالية الراهنة لفترة 4 أسابيع بهدف تجنب إغلاق أي من الإدارات الفيدرالية. إذا شكرا جزيلا طارق. مشاهدينا الكرام، بهذا قد وصلنا إلى نهاية اللقاء. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.